أنا موظف في شركة المشروعات، اسمي مختار عبد الستار، بشتغل في الشركة بقالي 25 سنة. الحقيقة الشركة دي من أحسن شركات المقاولات في مصر. للأسف الشديد بعد الخصخصة الشركة اتباعت، نسبة منها 23% للمستثمر و 24% ملك الدولة. بقيت الأسهم بتاعت الشركة اتباعت لمستثمرين، المستثمرين عملوا توكيلات كلهم للمستثمر اللي معاه 23%. المستثمر اصبح من حقه الاداره، من ساعه الشركه ما مسك الاداره كل همه ان هو يحط ايديه على الاصول الثابته بتاعت الشركه ويمشي العماله. وهو دلوقتي الشركه دلوقتي بيبيع في الاراضي وبيبيع في المعدات بثمن بخس. النهارده بيعمل ان هو كل تركيزه ان هو يمشي العمال. قعد دلوقتي 6 شهور ما بيقبضش العمال، العمال ما عادش لاقية تاكل ومش عارفين يعيشوا، مش اللي عنده ايجار شقه مش عارف يدفعه، مصاريف مدارس او كهرباء او نور او ميه. اسم مجلس الاداره بيجبر الناس ان هم يخرجوا معاش مبكر، ويا ريت بيخرجهم على المعاش القانوني. القانون العمل الموحد بيقول ان العمال تخرج في حاله التصفيه 2 شهر حد ادنى على الشامل، على الاجر الشامل. النهارده عمل لي حد اقصى 80,000 وعايز يخرج الناس. طب انت بتخرج الناس وتديهم فلوس وبتجبره على الخروج تديله 80,000؟ انا السيد عبد الرازق عبد الرازق، بقالي 6 شهور ما قبضتش من الشركه دي، وانا عيالي والله العظيم ما قعدت برضه ادخلهم المدارس، فما قعدت ماليش قدر اصرف عليهم خلاص، وعايز اشوف لي حل بقى، يا يطلعوني يا يشوفوا لنا حل، يطلعونا معاش مبكر، يطلعونا معاش مبكر ويدوا لنا حقنا، يا يشوفوا لنا حل بس اللي احنا عايزينه. نفس المشوار برضه، احنا بقالنا 6 شهور وقعدونا بالمعاش ما طلعوناش معاش برضه. لا احنا قبضنا ولا احنا ولا هم اللي طلعونا معاش. هم يشوفوا لنا حل يا كده يا كده، يا طلعونا معاش يا شغلونا يا قبضونا. 6 شهور ما قبضناش، يعني احنا عيالنا ضاعوا. على السيد سروج سيارات، بقالي 6 شهور ما قبضتش، عاوز قبض كامل.